شكرا لكم زملائي في الاستديو، حياكم الله متابعينا مشاهدينا الكرام، احييكم وارحب بكم في هذه الفقره المميزه، فقر سوقنا من سوق الجبيل. اليوم نتداهى وياكم ان شاء الله من هذا القسم المميز، قسم الاسماك، نستعرض فيه وياكم ان شاء الله اسعار الاسماك المعروض. بدايه بننتقل الى دكه الخباض، تعرفون الحين ان شاء الله مع بدايه الشهر راح يتم فتح الحظر على صيد الليخ او الهياري ان شاء الله، وراح تكون عندنا كميات كبيره من الخباط، وايضا الاسعار راح تنزل. اليوم عندنا هذا الحجم اللي تشوفونه هنا بحجم الذراع، وهني بشوف وياكم كم سعر الكيلو اليوم من الخباط. السلام عليك، كيف حالك بيه؟ كم خباط اليوم؟ كيلو 40 درهم. الخباط اليوم على 40 درهم، شوفوا الاحجام الموجوده عندنا، طبعا هذه احجام تعتبر شوي صغيره، لكن على 40 درهم سعر الكيلو. ان شاء الله على بدايه الشهر من يفتحون عندنا موسم الصيد بالالياخ راح يشوفون ان شاء الله كميات كبيره، والاحجام ايضا اكبر عن اللي موجود هنا. وهني عندنا جش الفرو او الدبسي مثل ما تشوفون هنا، متوفر حاليا من اسبوعين ما شاء الله بكميات طيبه، واسماك ايضا سمينا مشاهدينا الكرام، هذه اسماك طيبه. وكم عندنا ابوي الفرو اليوم؟ 25 درهم، نزل من 30 الى 25. ويوم اخبركم عن البلطي المحلي، هذا البلطي المحلي هو هذا سعره 22 درهم هنا الكيلو، 22 درهم الكيلو عندنا البلطي المحلي مشاهدينا الكرام، هذا حي طبعا حاطين هنا على الثلج. وهناك عندنا ايضا اللي هو في الاحواض موجود عندنا مشاهدينا الكرام، تشوفون ويانا هنا على 22 درهم. نكمل وياكم بعد نسين، نشوف هناك عندنا اليوم الاسماك الثانيه اللي ياخذون اكثر شيء المشواي، عندنا هني الغزاله اليوم متوفره بعد الغزاله، الغزاله انقطعت فتره ورجعت مره ثانيه، كان سعرها على 35، اليوم بشوف وياكم الغزاله كم وصل سعرها. السلام عليك، كم بي الغزاله اليوم؟ 25 درهم اليوم عندنا الغزاله اللي يدور المشواي مشاهدينا الكرام، عندنا هذه الاسماك الطيبه سعرها كان على 35، اليوم سعرها على 25 درهم، والغزاله من الاسماك الطيبه ايضا للمشواي. وهني عندنا ايضا اليودر، اليودر شرم ما تشوفون عندنا الاحجام كبيره، كم اليودر واصل؟ 20 درهم اليوم. على 20 درهم عندنا اليودر اليوم مشاهدينا الكرام، وعندنا هني القباب هنا الصغار، يا سلام شوفوا الاحجام هنا الطيبه هذه، على كم بوي القباب اليوم؟ 25 القباب اليوم على 25 درهم. اللي يدور المشواي مثل ما خبرتكم، هذه الدكه اليوم عامره بانواع طيبه من الاسماك، عندنا الغزاله وعندنا اليودر وعندنا ايضا القباب اليوم، احجام الصغار والكبار. الكبار على كم بعد؟ 25 و25 اليوم احجام الاسماك الموجوده عندنا اليوم، الاسماك الموجوده على 25 درهم. بننتقل وياكم ايضا الى دكه قوارب الصيد الصغيره، طبعا هنا نشوف وياكم هذا الصيره من الطيب ما شاء الله، اليوم شو عندنا من الاسماك هنا، عندنا الحمراء وعندنا جش الفرو هنا موجود بعد متوفر، كم عندك روبل؟ كيلو 30 جش 30 اليوم. أيوة. 30 الكبار هناك على 25 والصغار هنا على 30، وعندنا هناك الهلالي، شوفوا الهلالي يا سلام كيلو 30 30 اللي يدور المشواي اليوم، الهلالي اليوم على 30 درهم، وعندنا هذا الميد، شوفوا الميد هنا يا سلام، هذا الميد هذا مالخصب؟ ايوه مالخصب مالخصب، ميد مالخصب متوفر الحين في اسواق الدوله بشكل عام، تحصلونه عندنا في الشارجه وفي عمان وفي دبي ما شاء الله متوفر. اليوم على كم هنا عندك؟ كيلو 15 15 درهم، الكيلو على 15، الميد هذا الطيب ما شاء الله على 15 درهم. وهني يا روبل نشوف وياك اسعار عندنا الصافي كم؟ صافي كيلو 60 أربعة 60 على 60 درهم اليوم، على 60 درهم. وعندنا الجش كيلو 35 الجش على 35 درهم سعر الكيلو، عندنا اليوم على 35 درهم. وعندنا هني القرام كم؟ قرام كيلو 50 50 درهم؟ ايه 50 درهم 50 درهم عندنا القرام. وعندنا هناك ايضا الحمام كم؟ حمام كيلو 35 35 35 درهم 35 درهم سعر الكيلو اليوم، عندنا الحمام مشاهدينا الكرام. نكمل وياكم نشوف وياكم بعد هني مشاهدينا الكرام، اليوم الشعري، الشعري بعد واصل عندنا بكميات طيبه، نشوف وياكم هني الشعري واصل عندنا هذا البان، واصل عندنا هني واصله هذه الكميه، نشوف وياك يا روب العسكر، عطني كلينكس يا عسكر ونشوف هنا وياكم شعري كم؟ نعم شعري كيلو 45 شوي 45 اليوم على 45 درهم سعر الشعري، ثابت سعر الى الان مشاهدينا الكرام، كملنا تقريبا اسبوع الثالث وسعر اسماك الشعري العربي عندنا اليوم على 45 الى الان. وهني الكوفر كم واصل عندك؟ كوفر كيلو 40 40 على 40 درهم الكوفر واصل مشاهدينا الكرام، بعد السعر ثابت. والنعيمي عندنا كم؟ نعيمي كيلو 35 35 35 للنعيمي واصل، والشخيلي والباشخيل
بس خيل كيلو 35 35 على 35 ايضا. مثل ما تلاحظون الشعري العربي والباشخيل الى الان سعر ثابت مشاهدينا الكرام بين ال 45 و 35، لكن شو جديدنا اليوم في السوق؟ ما شاء الله عندنا طبعا هذا الصيره مثل ما تشوفون هنا، الكميه طيبه من الاسماك اللي وصلت والاسعار سمناها وياكم مع اخونا روبل. بنكمل وياكم ايضا بنصير نشوف عندنا اسعار الاسماك اللي يتم طبعا بيعها مقطعه، مثل ما تعرفون عندنا الشنعد وعندنا السكل وعندنا الحمام وعندنا ايضا اليودر، لكن اللي موجود عندنا اليوم ما شاء الله كميه طيبه مثل ما شفنا في الدكه هذه، ايضا هذه الدكه عنده ما شاء الله كميه طيبه من القباب اليوم الكبار والصغار، واسعارهم مثل ما قال على 25 درهم، واليودر ايضا متوفر والروس هنا ايضا موجوده، في ناس تحب تاخذ الروس يسوون منهم صوالين. وهني عندنا الزبيدي والخباط، الزبيدي صغير كم بوي عندك؟ 40 درهم على 40 نعم. على 40 الصغار هنا، والخباط 40 بعد؟ خباط كيلو 40 40 بعد نشتري الخباط على 40 درهم مشاهدينا الكرام. والغزال نزل سعره طبعا اليوم 25 من 35 درهم الى 25 اليوم سعر الكيلو. وهناك عندنا ايضا الحمام كم واصل سعر الكيلو بوي الحمام؟ 40 درهم 40. وعندنا هني اليودر؟ هذا القبابه هي 30 على 30 درهم القبابه. وهني عندنا الشنعد 65 وعندنا الشنعد كله 65 نفس الشيء على 65 درهم. واخر شيء عندنا السكل على 45 45 عندنا اليوم السكل، طبعا السكل تقريبا سعره زاد 5 درهم، كان على 40 سابقا اليوم على 45 درهم. بنكمل وياكم اليوم بعد مشاهدينا الكرام، ننتقل الى دكه ثانيه نشوف وياكم هنا شو عندنا من الاسماك اللي موجوده هنا ما شاء الله. شوفوا عندنا كميه من الاسماك الطيبه، عندنا السولي وعندنا الجش الفرو الدبسي متوفر، وعندنا هناك السبن والقفداره، وعندنا الحمره والفسكره هنا اليتيمه هاي بنت النو خذ وحده هنا، وهنا عندنا ايضا الشخيري متوفر، وهنا عندنا الحمره، وعندنا هذا السمان الطيب ما شاء الله. شوفوا السمان هنا طيب هذا ما شاء الله عليه السمان، وهناك عندنا الهوامير. نكمل نبدا وياكم بدايه من اسعار عندنا السولي، السولي كم واصل ابوي اليوم؟ 25 السوري طبعا من فصيله الشعري مثل ما خبرناكم، واليوم الكيلو على 25 درهم مشاهدينا الكرام، وحجام متوسطه عندنا هنا متوفره في سوق الجبيل. وعندنا الحمره اليوم، الحمره لاحظتوا على كل دكه تحصلون سمكه واحده، لكن ما شاء الله شوفوا الاحجام والاوزان، انا اتوقع فيها 4 كيلو ولا اقل، 4 5 4 الى 5 كيلو ما شاء الله في السمكه الوحده. وهناك عندنا القفداره 30 كيلو 30، والسبن كم؟ نفس الشيء بعد على 30. والباشخير كم عندك؟ 35. حمرة كم هنا؟ 30. والسمان 45. السمان اليوم على 45 مشاهدينا الكرام، طبعا السمان من الاسماك ايضا الطيبه واللي عليها الطلب، وسعره دائم ثابت على 45 درهم. والهوامير هنا كم عندك؟ 50 درهم. الهامور على 50، وعندنا السمان على 45، وهناك عندنا ايضا من اقوارب الصيد الصغيره يتراوح السعر بين 65 الى 60 درهم، انا ما سمته لكن متوقع هذا سعر من 60 الى 65 درهم. وهني عندنا ايضا الزبيدي الصغار هنا كم؟ كيلو 40 40 درهم. الزبيدي اليوم على 40، اشوف اليوم الزبيدي سعره ثابت على 40، لكن الاحجام اللي موجوده الاحجام الصغيره مشاهدينا الكرام. وهني وصلنا ايضا دكة الاسماك بعد المختلفة، هنا عندنا هذا السيباس، السيباس هذا من الاحجام الكبيرة وسعره اظني على 50 بعده. أيوة. على 50 الى الان على 50. وهني عندنا الميد كيلو 15 15 درهم الميد، هذا قلنا لكم الخصم متوفر. وهني عندنا القرام من مضريس 30 30 درهم، وعندنا الجش ام الحلا 25 25 درهم الجش هنا ام الحلا. وهناك عندنا الفرش اللي يدور المشواي اليوم على 25، الفرش دائما هذا سعره مشاهدينا الكرام على 25 درهم ما يتغير سعره، يعتبر شبه ثابت. ننتقل وياكم بنسي نشوف بعد هناك عندنا دكه الاسماك المستورده الصغيره طبعا مثل السيباس والسبريم والاسيان، سيباس اللي هي تعتبر لو اسمها البارموندي تينا من المملكه العربيه السعوديه، سعره مثل ما خبرناكم بدايه موسمه كان سعره مبقل عن 30 و28، لكن الان بنشوف كم سعره ان شاء الله. بس نبدا وياكم باسعار عندنا بدايه هني السيباس، كيف حالك بيه؟ الحمد لله. كم عندنا سيباس؟ سيباس كيلو 35 35، هناك الكبار على 50 والصغار على 35، والسبريم هنا؟ سبريم كيلو 33 السبريم على 33 درهم، بعد سعره ثابت الى الان على ال 33. وعندنا الاسيان سيباس اللي هي البارامندي هنا كم عندنا واصله؟
هذا 20 درهم على 20 درهم الاسيان سيباس البارامندي على 20 نعم صح كانت 28 وتمت تنزل لغايه الان الى ال 20 درهم وموجوده عندنا في سوق الجبيل لكن تقريبا نهايه الموسم حاليا خلاف عقب ما بنحصلها اللي ما جرب هي جرب هذه الاسمكه الطيبه والغاوي هذا حق المشواي خبرناكم وهني عندنا القباقي الصغار كم بوي هاي له؟ هذا 20 درهم 20 درهم المحلي هذا المحلي على 20 درهم اليوم القباقي وعندنا ايضا في الدكات الثاني الاحجام الكبيره لكن بنشوف وياكم بدايه اليوم عندنا ايضا كميه طيبه من الربيان هنا ما شاء الله الاخوان ياس يصفون الحين الربيان على الدكات مثل ما تشوفون عندنا هنا عندنا الفلاور وعندنا التايجر الاسود عندنا كميه كبيره. جنقير السلام عليك كيف حالك يا جنقير؟ خبرنا شو اسعارك اليوم؟ صار 40 درهم 40 الفلاور هذا 65 65 65 و 65 انزين والثاني؟ الثاني 75 درهم هذا التاجر الاسود كم؟ 75 75 بعد؟ بعد هذا 85 درهم هاي الاثنين الفلاور عندكم والتاجر الاسود على 85 السعر واحد وهناك عندنا ابوي هذا في 75 درهم فلاور؟ نعم واللي تحتها الفلاور الاحمر هذا؟ هذا 90 درهم على 90 اليوم واليو 5 هذا؟ على كم؟ 100 درهم 100 اليو 5 اليوم على 100 الاسبوع اللي طاف على 120 كان بدايه الاسبوع عفوا وهني عندنا لبستره ومربيان طبعا هذه المحلي المحلي شوفوا لونه حتى يفرق احنا اللي نصور دائما يكون اللون الاحمر والبرتقالي لكن هذا عندنا الاخضر هنا المحلي ما شاء الله واليوم كم السعر يا جنقير 115 درهم 115 درهم سعر كيلو عندنا اللبستر اليوم مشاهدينا الكرام والاحجام الكبيره الشرم ما تشوفون عندنا هذه كم وزنها تقريبا كيلو ولا اقل عن كيلو كيلو وشوية كيلو وشوية تقريبا أو 800 جرام تقريبا في 900 تقريبا 900 أو لفة شوية لفة 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 هني شوفوا مشاهدينا الكرام إذا بتعرف طازجة دائما شوف دقق على هذا اللون إذا كان هذا اللون أبيض خلاص هذه مرة توكل على الله لكن لما تحصل لونها شوية غمج بعدها لكن إذا استوى اللون غامض جدا تحصلت فيها ريحة خلاص هاي لا تأخذ لكن هذه ما شاء الله مثل ما تشوفون اللون أبيض هذه جاهزة وطيبة وعلى 100 درهم اليوم جنقير على 100 درهم اليوم نزل السعر قبل كان على 105 110 اليوم على 100 درهم بنكمل وياكم أيضا مشاهدين الكرام اليوم شيء جديد عندنا في ثلاجات سوق الجبيل اللي طبعا يبيعون فيها مثل ما خبرتكم لحم القبقوب الكافيار السمك المتبل اليوم عندهم هذه الكفته هذه الكفته وخبروني الاخوان في السوق وما طاع يخبروني شو نوع السمك قالوا لي سلطان جرب وخلاف عقب تعال رمسنا لا فيها سهج ولا فيها شيء فنحن بنجرب ان شاء الله وبنخبركم في المرات القادمه وهذه الخلطه الجديده اللي مسوينها الاخوان اللي هي كفته السمك على 15 درهم في منها الحار وفي منها البارد شيء طيب وغاوي ان شاء الله بنجربه وبخبركم لكن اللي يسبقنا بعد وياخذ يخبرنا ان شاء الله شو النتيجه او شو ان شاء الله الطعم هم وعدونا شيء طيب وما فيها سهج هم جربوها امس لكن احنا ان شاء الله بنجربها بعد ما اخبركم وهذه الثلاجه موجوده في سوق الجبيل في الوسط فيها مجموعه كبيره من الاسماك مثل ما تشوفون عندنا السبريم وسبريم تبل بتتبيلتين الحاره والبارده بالاضافه الى الربيان اللي موجود وعندنا ايضا العومه هناك مشاهدينا الكرام. بنكمل وياكم بنصير نشوف اسعار اليوم السالمون او هني طبعا هذه الدكه معروفه باسماك المستورده هنا عندنا البلطي او البياح المصري عندنا السبريم والسيباس والاسيان سيباس والاسعار شبه ثابته عندنا البياح على 25 الى الان البياح المصري على 25 وهنا عندنا السبريم على 33 والاسيان سيباس بعد على 20 درهم سعر طيب حاليا وعندنا هناك السيباس على 35 والبلطي المصري على 17 درهم والمحلي على تقريبا 22 قبل ان نختم نحن وياكم الجوله بنصير نشوف نرضي بعد عشاق السالمون السالمون تقريبا سعره ثابت من فتره بنشوف اخونا فاروق هنا يخبرنا هل في اختلاف في الاسعار ام السعر ثابت الى الان فاروق السلام عليك كيف حالك بي شو الاسعار اليوم ثابت السعر ولا تغير صغير 33 33 كبار 38 حط لي صغير هنا في الوزن خلينا نشوف كم يظهر سعره وكم يطلع الوزن عندنا هذه اللي فيهن تقريبا كيلو 840 جرام كيلوين 800 جرام سعره بيطلع 93 ايوه هذه قبل نعم هذه قبل يطلع سعرها مشاهدينا الكرام ما بقل عن 120 130 140 لكن الان السعر نازل
سعر الكيلو على 33 درهم، فعشان كذا يكون سعره 93. بغيت تاخذ سمكه كامله تاخذها ما عندك مشكله، وان بغيت ايضا المقطع هنا جاهز مثل ما تشوفون اخونا فاروق هنا مرتب هذه الشرايح هنا على 65 فاروق بعد 65 درهم على 65 درهم هذا طبعا هذه الشرايح الموجوده. شكرا يا فاروق، بارك الله فيك. متابعينا مشاهدينا الكرام، نتمنى ان شاء الله تكون هذه الجوله نالت اعجابكم، واستعرضنا فيها اكبر عدد من الاسماك بالاضافه الى جديد سوق الجبيل مثل ما خبرناكم عندهم هذه الكفته الجميله ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله احنا في حلقه قادمه. حياكم الله ومع السلامه.